في حيثيات حكمها انه الجمعية المذكورة تقدمت بكافة المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها لاتفاقها في الغرض المخصصة من أجله، إلا أنه جرى رفض طلبها من دون إبداء أي أسباب. خبرنا الأخير في هذه الجولة عن حبس صاحبة مشروع اتجوز بجنيه لست سنوات لاتهامها بالنصب على الشباب، وتبين الحقيقة أن هذه المتهمة المشروع كان من الأساس أو في شكله المعلن بيهدف لتوفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يوميا، ويمكن من خلاله الحصول على قرض تصل قيمته ل50,000 جنيه يتم سداده في مدة أقصاها 20 سنة من دون فوائد، لكنها بعد ذلك لم تلتزم بهذا القرض بالقيمة المذكورة وتوقفت عن الوفاء لباقي المشاركين وامتنعت عن سداد هذه المبالغ، ما دفع عدد كبير منهم لتحرير محاضر ضدها، وكانت هذه الحقوق العقوبة التي وردت بست سنوات لاتهامها بالنصب على الشباب. مستمرين مع حضراتكم بالتأكيد، وأول وقفاتنا الحوارية هتكون عن المشروعات الحقيقة المهمة جدا غير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هتكون وقفتنا الحوارية الثانية، وقفتنا الحوارية الأولى هتكون عن المرافق والإسكان، وبالتأكيد لنا فيها حديث يطول مع حضراتكم، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة مع زميل محمد عبد الله. تعتبر التعديات على الأراضي الزراعية آفة تهدد الاقتصاد الزراعي في مصر ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد ككل، وهو ما جعل الدولة تتعامل بحزم مع العقارات المبنية بطرق مخالفة على تلك الأراضي. من جهتها اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب اتخذت مؤخرا عددا من القرارات المهمة التي ستسهم في إنجاز ملف استرداد أراضي الدولة وممتلكاتها. ومن القرارات التي اعتمدتها اللجنة تشكيل لجنة لتثمين الأراضي التي تم التقدم بطلبات للتصالح عليها وتقنين وضعها. كذلك قررت اللجنة أن العمل في ملف التصالح لن يؤثر على أعمال لجنة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة المغتصبين وراغبي التربح من أراضي الدولة، حيث تم تكليف لجنة تنفيذ الإزالات بمواصلة الموجة الثالثة من قرارات الإزالة والتي تشمل مساحات تتعدى 2000 فدان في عدد من المحافظات. في غضون ذلك أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة 9834 حالة تعدي على نهر النيل من إجمالي نحو 50,399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ أن أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في 5 يناير من العام الماضي. بالتأكيد ملفات مهمة جدا بتمثل مواطن مصري عن قرب، مدرجة على جدول أعمال لجنة الإسكان والمرافق العامة والتنمية. على سبيل المثال الحصر، العشوائيات، مخالفات البناء، تطوير شبكات المياه والري والصرف، المياه والصرف اللي ممكن يعني يصح توصيف بعضها أو الكثير منها بأنها متهالكة. وما كانش غريب أن يكون في جلسة أو انعقاد مطول النهاردة الحقيقة للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير حول كثير من المحاور وثيقة الصلة، اللي بالتأكيد هنحاول قدر الإمكان لحنا نستثمر الوقت ونتناولها بالمتابعة والتحليل. ويسعدني في البداية أن أنا أواجه التحية لضيفي الأستاذ محمد بدوي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، متشكرين على دعوة حضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا طبعا سهل. العشوائيات يعني صداع مزمن وقنبلة موقوتة، لأن للأسف هي كمان ما بتقتصرش على المشكلة اللي ممكن يعني تتبادر للذهن من الوهلة الأولى، دي ممكن تسبب مشكلات تانية جدا يعني، وعلشان كده محتاجة في التعامل معها نحن نتعامل معها كمنظومة نحاول نحل أسباب المشكلة الموجودة حاليا. وده هيخلينا طبعا نبتدي بموضوع العشوائيات مع حضرتك. أنتم كلجنة إسكان في مجلس النواب كيف تعاملتم مع هذه المشكلة اللي ممكن نقول عليها إن هي مشكلة مش وليدة اللحظة، متراكمة، وده بيخلي لازم يكون في خصوصية
وأفكار خارج الصندوق في مواجهتها هذه المرة؟ أولا بنشكر حضرتك على الدعوة. شكرا حضرتك على تشريفك. تاني حاجة حضرتك، النهاردة لجنة الإسكان والمرافق تعتبر هي من ضمن الأساسيات المتواجدة الوقت في مجلس النواب، إن عليها عبء كبير وعليها مجهود يجب أن هو يتم توفره، عشان هي بتمس كل القضايا الخاصة بالمواطن اللي هو محدود الدخل أكتر. فإحنا كل تركيزنا، إحنا حقيقة النهاردة يمكن اللجنة زي ما حضرتك ذكرت في الأول، اللجنة النهاردة كانت مطولة، يمكن بدأت الساعة 10 صباحا انتهت حوالي يمكن الساعة دخلت على الساعة 4 متواصل. كانت عندنا ممثلين الحكومة متواجدين على مستوى سواء شركات المياه أو الإسكان، وكنا بنتناقش فيها. بالنسبة للعشوائيات، العشوائيات دي من ضمن المظاهر اللي هي السلبية اللي هي متواجدة في الدولة، واللي هي مفترض ان احنا بنشوف إطار ازاي نخرج منها، وازاي ان هي مستقبلا ما تكونش متواجدة. عشان كده بنقول ان احنا مفترض ان احنا الحيز العمراني يكون متواجد بالنسبة للمدن، ويكون ظاهر وواضح، ويكون في خطة وفي برنامج، وده اللي بتطلب به الحكومة. ان انت النهاردة لما تيجي ان النهاردة عشان تقضي على العشوائيات لازم تكون عندك البدائل اللي انت طرحها وحاططها. ما جيش النهاردة اعمل حيز عمران النهاردة افضل ان انا حتى التاريخ، وده اللي احنا يمكن بنطالب به السيد رئيس مجلس الوزراء، ومنطالب به السيد وزير التنمية المحلية، ان انت النهاردة لازم ان انت تعتمد الحيز العمراني ويوصل المحافظات، ويطرح في محافظين عندهم الحيز العمراني وما زالوا متمسكين بيه ومش مظهرينه يعني. فالنهارده لما انت ما بتظهرش الحيز العمراني، فبتضطر الناس بتستخدم الاساليب انها تبني في اماكن دون ان يكون التنظيم اللي متواجد بتاع المحليات متواجد عندهم يقدر ان هو يطرح له. احنا حاليا دلوقتي طالما العشوائيات النهارده، الناس اللي هي بنت ودخلت في العشوائيات النهارده ما تقدريش تزيل النهارده احياء كامله وقرى كامله، صعب جدا حاليا دلوقتي. فبالتالي اذا الازاله مش هي الحل، هو صعب ان احنا هي بس الفكرة يا استاذ محمد، ان حتى لو اتكلمنا عن اعادة تخطيط، وكلمنا ان هي طبعا العشوائية بتعتبر كمان مناطق بتنطوي على قدر من الخطورة لان هي غير امنة في المقام الاول، بس البعض بيذهب ان الموضوع بيوصل ساعات ان في عشوائيات ممكن تكون اساسا مش موجودة على الخريطة، فازاي في غياب تحديد الموقع نفسه ممكن نتكلم في ان يكون في بدائل عن الازالة؟ عشان كده بنقول احنا عايزين دولة قانون. دولة القانون ما فيهاش عشوائيات، دولة احترام القانون ما فيهاش عشوائيات. لكن ان انت النهاردة تيجي حضرتك يتم النهاردة نقدر نقول احياء كاملة النهاردة اتبنت عشوائيات، وتيجي تقول النهاردة تطلع النهاردة تقدر تطرد مجموعة من الاسر كبيرة، مش هتقدر، لان مش هتشوفي لهم بدايل في الظروف الحالية، وفي نفس الوقت ان هم هيتأثروا. فبالتالي ان انت بتحاول ان انت، لذلك القرار اللي طلع ان هو ان انت الارقام الكوديه اللي متواجده اللي هو توافق عليه السيد رئيس مجلس الوزراء ان انت تركب عدادات كوديه للميه وللكهرباء ولده، كان قرار سليم 100%. ودي يمكن انا طالبت فيه في كذا لقاء. تمام. ان انت النهارده الناس دي خلاص بقت اصبحت امر واقع متواجد معايا. تعامل مع المخالفات، الناس اللي هم باني بعقارات مخالفه دلوقتي النهارده ادي لهم وسائل الحياه، لان انت النهارده لازم ان هو يشعر، لان المواطن عايز ايه؟ عايز كوب ماء نظيف، عايز النهارده صرف صحي، عايز النهارده الغاز يكون متواجد عنده، عايز الكهرباء موجود عنده، النهارده بقى اصبح حتما موجود عندك حاليا. يبقى لازم تتعاملي مع الظروف اللي انت متواجده عنده، بس استفادي من الدرس. هي كمان الفكرة أستاذ محمد إن حتى يعرف الدواء، أو يجب أن يعرف الداء. فلما هنتكلم عن موضوع مخالفات البناء كمثال، أسباب المشكلة هي في النهاية مجموعة من الأسباب، هل ممكن نقول إن أبرزها جزء ممكن يكون ليه علاقة بالمحليات، وجزء آخر ممكن يكون ليه علاقة بعدم تغليظ العقوبات بشكل المناسب؟ لكن اسمح لي نرجي الإجابة على السؤال لحين التواصل مع دكتور هشام الهلباوي خبير تطوير العشوائيات بالبنك الدولي. مساء الخير يا دكتور هشام. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك. احنا طبعا بنتكلم عن العشوائيات، وان ممكن البعض ياخد منحى الإزالة، لكن ممكن يكون الموضوع ده ما بيعالجش المشكلة من جذورها. لو هنتكلم عن إعادة هيكلتها أو عن تطويرها، ايه الخطط او ايه المنهج المفروض ناخده عشان نحقق الامال المرجوه في هذا المجال؟ بدايه انا بحيي الموجودين عندك في الاستوديو سياده النائب، وانا سمعت كلامه وحيي كلام كويس قوي، انما انا محتاج بس اوضح مجموعه حقائق في الاول. اتفضل.
الحقيقة الأولانية ليه ظهرت العشوائيات وإمتى بدأت تظهر في مصر؟ من أول ما بدأنا نتجه لأن التنمية ما تبقاش عادلة وإن يبقى فيه تنمية في المناطق الحضرية أكتر من المناطق الريفية، فدفعت للهجرة من الريف للحضر، وتركز التنمية في المحافظات الحضرية والصناعة وتشغيل الصناعة خلى الناس تهاجر عشان تلاقي فرصة عمل. الناس دي بتيجي ما بتلاقيش مكان تسكن فيه، فبدأت تظهر من هنا ظاهرة العشوائيات. ولازم نفرق ما بين العشوائيات وما بين الإسكان الأهلي أو غير المخطط رسميا يعني. ولازم نفرق كمان ما بين المناطق غير الآمنة اللي كان لسه سيادة غايز بيتكلم عليها، تمام، اللي هم 300 وحاجة منطقة، 351 منطقة بيحتل المقدمة فيها إقليم القاهرة الكبرى بحوالي 103 منطقة وبيسكن بها حوالي 850 ألف نسمة. دلالات الأرقام دي إيه بالنسبة لحضرتك دكتور شيم؟ دي أماكن في غاية أرقام في غاية الخطورة، إن الناس بتضحي بحياتها في مقابل إن تلاقي مسكن. الموضوع بقى مش مرتبط بس بنمط التنمية وعدم عدالته، مرتبط بقوانين عايزة تتغير. وأنا طالما معاكي سيادة النائب أنا عايز أكلمه على، يا ريت تفضل حضرتك تتواصل مع ضيفنا أستاذ محمد بدوي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب. أهلا بيك جدا، أهلا بيك يا محمد بيه، يا أهلا بيك، يا أهلا بيك. أنا شايف أو مجموعة كبيرة بتشوف إن بداية حل مشكلة العشوائيات هو في منع ظهور عشوائيات جديدة، ودي مرتبطة زي ما حضرتك قلت بإن إحنا نبقى دولة قانون، ودولة القانون بدايتها منع البناء بدون ترخيص ومنع الترخيص بدون وجود مخطط عمراني. دي بداية عشان نحقق القاعدة دي محتاجين تغيير في مجموعة قوانين. أولهم قانون الإسكان، قانون 119 ألف، وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 79. القانونين دول مع بعض بيؤدوا إلى ظهور عشوائيات جديدة، وعشان كده إذا ما تغيروش مع بعض، يعني أنا أسمع إن قانون الإدارة المحلية يخش قريب، قانون الإدارة المحلية مرتبط جدا بقانون الإسكان، مرتبطين ببعض جدا. وحضرتك لما بتيجوا تتكلموا على مشاكل سقوط مسكن أو بنى غير مرخص أو الكلام ده، ده مرتبط بان الاداره المحليه بتنفذ قوانين القانون. احنا لسه الحقيقه كنا بنتكلم ان في مشكله متمثله في المحليات ومشكله اخرى متمثله في تغليظ العقوبات، ويمكن جزء حضرتك اتكلمت فيه فكره التعديلات التشريعيه. واسمح لي حضرتك ناخد تعقيب من استاذ محمد ونكمل كلامنا برضو مع حضرتك تستمر معانا محمد. تعقيب حضرتك على الكلام اللي قاله دكتور هشام. حضرتك دكتور هشام احنا سعداء بسماع صوت حضرتك. الله يخليك. تاني حاجه حضرتك، كل الكلام اللي انت قلته هو ده فعلا كلام سليم 100%، وهو ده يمكن اللي احنا يمكن لجنه الاسكان حاليا مركزه عليه. اولا قانون 19 احنا حاطينه في اعتبارنا ان احنا فعلا لازم يتم تغييره، لان قانون المباني ده اصبح دلوقتي ظاهره سلبيه، واحنا من ضمن في دوره العقاد الاولى احنا عاملين حسابنا ان احنا يكون من ضمن الحاجات اللي هيتم انجازها. النقطه الثانيه ان زي ما حضرتك قلت ان في انت النهارده عشان احنا نقضي على ظاهره العشوائيات يبقى لازم نطبق القانون. ويمكن احنا كنا عرضنا حاجه قلنا يمكن بنشوف طبعا مدى قانونيته وبتدرس، ان اي حد هيبني على مخالف هتوصل ان احنا ضمن العقوبات ان احنا ممكن ان احنا نصادر الاملاك دي. يعني يمكن من ضمن الحياة ان في حد كان بيقول الماده التشريعيه ان احنا عايزين ان احنا مش نجرمها بس وحبس بس ليه، ولكن نصادرها تصبح مش ملكه. فبالتالي لو شعر ان هو في وقت من الاوقات ان هو هيبني على هيبني مخالف ويحس ان الارض بالانشاءات اللي فيها هتصادر ومش هتكون ملكه، مش هيحاول انه يتوجه ان هو يبدا يبني في اماكن مخالفه. في حاجات كتيره، افكار كتيره، يمكن مجموعه لجنه الاسكان كلهم ما شاء الله قامت، واعتقد ان شاء الله هتكون في مخرجات للجنه دي ان شاء الله هترضي المواطن.